فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء، ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعمية وصمة وبكمة وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. السمع والعقل والبصر تنقسم هذه الحواس إلى قسمين: إلى عقل معيشي دنيوي، وسمع معيشي، وبصر معيشي. هذا يشترك فيه المؤمنون والكفار والآدميون والبهائم، كلهم يشتركون في أنهم يعرفون الأشياء التي تنفعهم والتي تضرهم. فهذا عقل معيشي كما يسمى، عقل معيشي. والنوع الثاني وهو المهم، النظر اليقيني والبصر اليقيني والعقل اليقيني التي تحمل صاحبها على لزوم الحق وترك الباطل. هذا هو العقل اليقيني والعقل النافع، وهؤلاء هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول وأصحاب البصائر، وهؤلاء هم الذين يسمعون سمع إجابة، وينظرون نظر اعتبار، ويتكلمون بكلام حق. هؤلاء هم أهل البصائر وأهل النهى وأهل العقول وأهل البصائر. أما أولئك فإنهم يسمعون ويعقلون، ولكنهم لا يسمعون سماع قبول ولا يعقلون عقل قبول، وإنما يعقلون ويسمعون بحسب ما تسمع البهائم أو أقل من البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهؤلاء هم أشر من البهائم وأحط من البهائم. هم يسمعون، لهم أسماع حواس، يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث، لكنهم لا يعقلونها ولا يتدبرونها، وإنما مجرد سماع يمر على آذانهم مثل ما تسمع البهائم. لكن البهائم غير مخاطبة، وهم مخاطبون بهذا الكلام. ولهذا وصف الله المنافقين بأنهم يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يسمعونه، فإذا خرجوا قالوا: ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ يعني كأنهم ما سمعوه، وإن كانوا سمعوه سماع الصوت فقط، إلا أنهم لم يتدبروه ولم يفقهوه.